بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوف الأسماء الغريبة والأشكال الغريبة، هذا اللي عاني فيه. أسماء دائما كذا غريبة، دستروير، مدمر، وسكن هذا حق الكريسماس، ما تدري وش السالفة يعني، ما تعرف. وتجديس، والله ما تدري، والله حول ولا قوة الله بالله، ما أدري يعني، فرصة نلعب مقبرة، ما أدري. ول ثاني خصم ورا بعض، أو ثالث خصم ورا بعض بيكا، يا الله. بس الله يلعنهم، بس الله يلعنهم، الله يلعنهم. والله ودي أسبهم صراحة، لأنه عصابي خلاص خلاص من جد. يمكن ما راح يلعب الفالكري، الله أعلم، بعد ما شاف إني ألعب مقبرة أظن ما راح يلعب الفالكري، ما أعرف. كنت غلطان. الظاهر شكلي برجع للخنزير، شكلي أحسن وأفضل. الله يعين. بس يا اخي، من يوم شفت اسمك مدمر وانا عارف الوضع مزحلط، لا حول ولا قوة الا بالله. الله يعين. مستحيل يقفل، يقفل، يقفل. ول 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 ول. الله يعن أبوك يا شيخ. مراية بعد، إلا لازم تنقهر، إلا لازم خلاص تدمر أعصابك من هذه اللعبة. الله يعين. بس التخريب على الأصول. والله تو ماتش، والله والله تو ماتش. قال ايش؟ قال انا مضاد. والله جنون، والله جنون. أبوك يا أخي، أقسم بالله مرض، والله مرض، والله مرض، والله مرض، والله. ما أعرف يعني، تعبت 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 تعبت. ثلاث خصوم ورا بعض بيكا، تقريبا أربعة، وهذا تسلا وبيكا، ما تعرف يعني والله.
تفقد الأمل من هذه اللعبة ككل. أكيد وأفضل أحسن. نسرع الفيديو، خليه 4 أضعاف السرعة أفضل. ما راح أعلق، بس بخليها كذا. بسم بالله، قهر والله، قهر والله العظيم، قهر والله، قهر اللي قاعد يصير ذا. 4 ميجنايت، 4 بيكا، 4 مدري ايش. ولازم مبنى، شوف الكلب، مرة يمين مرة يسار، الان قاعد يضحك الحيوان. كثيرين كذا، يا ساتر يا شينهم، شينا يجي لك يعني مسوي فيها الطيب. شوف شوف شوف، برق بعد، جمع الأشياء كذا السيئة، ميجنايت، تنين نار، مشاهد قبر، كل المضادات. أخي يلعن أبوهم لعبة. أنجس الناس، أنجس المخلوقات بشكل عام تلقاها بهذه اللعبة. غواتيمالا بلد وضيع، بلد عصابات. لا أبوكم لا أبو من جمعكم. الحين نشوف هذا مثل هابي هنتر، أسامي تحس أحيانا لطيفة ظريفة، لكن الخصوم يعني تحمل في طياتها أنواع الملعنة. كوخي لان الآن لعب قدام الميجنايت، عندك أميرة وعندك يعني خلاص ترمي أسهم كذا كبداية، تجي لك نافخ الأسهم. يا الله تنجن والله، يعني صراحة يعني والله تنجن يعني صراحة، يعني كل مباراة زي كذا، مبنيين مبنيين مبنيين، والميجانايت وبيكا، 4 مباريات ميجانايت، بعدها 4 مباريات بيكا، وكلها صعبة، كلها صعبة متى الصعوبة. يعني تصوروا بيكا مع ساحرة، مع عربة، مع عملاق ملكي، إجرام 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 كل معنى الكلمة. ودعم باليوتيوب، دعم بالقناة، ما في أي دعم، ما في أي مشاهدات ولا لايكات تسوى تستاهل. فما أعرف صراحة، يعني ما أعرف هل أنا بروح للتيك توك أو بخلي المقاطع كلها قصيرة شورتس، أو أعتزل اللعبة وأترك اللعبة دي، أو يعني ما راح يكون تواجدي باللعبة زي قبل. أريح والله، لأنه كذا مضيعة وقت والله، خسائر كثير، دائما خسائر والله كذا يروح، يعني ينصرف وقتك. يعني صحيح أحيانا تنبسط، أحيانا تستمتع لما تفوز مباريات زي كذا، بس بالأخير يعني غالبا يكون مضيعة وقت، يعني ما خسائر وما تستفيد وما تصعد. شو هذا، برج نار وفارس، أو بعدها يجيك ميني بيكا ومورتر، بعدها هذا نفس الشيء، كوخ وفلن، بعدها تسلام مورتر بيكا. نشوف هذا مثلا العربة والبيكا والساحر اللي يتكلم عنه، أقسم بالله تحس ما في أمل، تحس كل مباراة زي كذا، كل مباراة معاناة، كل مباراة. يعني شوف الآن 3 سبل بالأخير حطيت المقبرة كذا بالغلط، نعميت شيء مو طبيعي والله، والله شيء مو طبيعي. 3 سبل معي بالبداية، إيش أسوي قدام الساحرة، إيش أسوي قدام، حتى هم يعني ترتيب ضايق أيضا، يزيدون الطين بلة، شيء غير طبيعي. يعني إذا خلصت من الساحر يجي لك ساحرة، مستحيل مستحيل مستحيل، ترتيب ضايق غلط، الساحرة ما هي عند الفالكري، يعني الأمور صعبة صعبة صعبة. إذا هديت من الساحر يجيك حياك من الساحرة. شوف الآن
حطوا هدول مع بعض خلاص. صعبة 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 صعبة. أدري لعبة لعبة لعينة والله والله لعبة كريهة كريهة كريهة. تجيب الإحباط تجيب الاكتئاب على مدى سنتين كذا صاير الوضع. ف والله ما أدري بس المشكلة إن هي اللعبة شهيرة ولعبة يعني فيها قاعدة لاعبين ونظام اجتماعي وكذا يعني ما أعرف يعني داخلة يعني موضوع أونلاين ومحادثات نظام محادثات ممتاز وكذا. ف شو مثلا انقاذ الهيكل مثلا ايش كان ممكن اسوي؟ مو موجود الاسم يعني يلعب منطاد الهيكل مع ميني بيكا يا الله يعني ما تعرف يعني انت ايش تسوي. والله العظيم متعبين والله العظيم تعب. شوف كيف المقبره رهيبه 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 لحالها. هنا الصدمه من جد يعني كنت عانيت من بيكا تجي لك بيكا كبيره ايدو كادر دائما امدح الفارس رهيب ثلاث اكسير شو كيف وايد كثير. صعبين 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 عندنا هذا مثلا بيكا بعدين لعب الخنزير مع مرايا بالأخير كان صعب مرة ما تعرف إيش تسد من البداية ما في فالكري ما في شيء تتورط. يوم شفت المراية أنا خفت يلعب مراية وبيكا بس طلع أذكى صار يلعب. شوف كيف شوف كيف مع خنزير يجينا من جهة ويجيك من جهة. البيكا يعني صعبة يعني ما هي زي الميجانايت تنط وتفعص مجموعة لا. ف يعني كان شبه مستحيل يعني خنزير من جهة وخنزير من جهة خنزير من أمام البيكا وخنزير من يسار. كان الوضع صعب ولازم نحتار. مستحيل ستة شبه رقم مميز. إلى اللقاء. السلام عليكم.